مش عرفك. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اجمل تحياتي لكل متابع من متابعين قناة كورس انجليش. في الحقيقة انا كنت قررت اني ابتعد عن المهازل اللي انا شفتها طول الشهر الكريم من الاساتذة والسادة والسيدات اللي سموهم اعلاميين. فانا مستغرب ايه اللي بيحصل وليه بنستضيف او بيتم دايما استضافة ناس غريبة جدا طول الشهر الكريم. طلاق، جواز، سرقة، حاجات غريبة جدا، واخرها نتفرج على واحد طلق مراته، ولا واحدة رمت حاجة على جوزها، ولا 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 ولا. والشيء الغريب الاعلامية بسمة وهبة طول السنة تقول لك ادعولي ادعولي، انا داخل عملية، انا مش عارف ايه. بمجرد ما بخش على السوشيال ميديا ولاقي صورة حضرتك، الاقي تعليقات غريبة جدا عن البرنامج اللي حضرتك بتقدميه في الشهر الكريم. يعني انا في حالة استغراب، حضرتك طول العام موجودة في باريس يا في لندن، وقاعدة بتقدمي فيديوز عن الحالة الصحية بتاعتك وتقول لنا ادعولي انا تعبان، وتجينا في الشهر الكريم جايبان لنا حاجات غريبة زي ما حضراتكم شايفين وتعليقات غريبة. يعني ايه لوسي ابنها بيشجعها ويقول لها هزي كويس؟ طب ده انا حق يعني، انا لو داخل اشوف خبر وظهر لي من موقع من المواقع اللي بتدعي انها موقع اخباري وتقدم لي صورة للوسي وهي بتقول هزي كويس، يعني انا المفروض انا اعمل ايه؟ انا مش عارف. احنا المفروض بنقدم دروس تنمية بشرية او كورسات تنمية بشرية عشان تأهل الشباب المصري والعربي في كل مكان انهم يبدعوا، يهجروا، يسافروا، ينجزوا، يعملوا حاجة كويسة. وعلى النقيض احنا شايفين ناس بتهدم. احنا محتاجين يكون لنا صوت، محتاجين الناس المدربين اللي زي حالتنا يكون لهم منبر يقدموا من خلاله رسالة تعليمية، رسالة تدريبية، يقولوا يا ناس احنا زي ما في حاجة كويسة احنا عندنا برضو، انا اسف، زي ما في حاجة وحشة احنا عندنا حاجة كويسة. انا مش عارف اقول ايه بالنسبة للاعلامية بسمة واحدة، ربنا يهديكي. انا مش هقول اكتر من كده، بس اللي انا شايفه خلال الشهر الكريم التعليقات والانتر اكشنز على الشغل بتاعك انا شايفه اوفر اوي. ياريت تجيب لنا ناس يعني يكونوا قدوة للمجتمع وقدوة للشباب علشان خاطر نلاقي نتاج جيد بعد كده، ما نلاقيش واحد بيقلد حسن شاكوش او حمو بيكا او يعني الناس الغريبة اللي لقيناهم في مجتمعنا المصري. احنا محتاجين نشوف قدوة يا جماعة. انا نفسي حد يرد علي ويقول لي ايه اللي حصل في المجتمع المصري بعد ما كان عندنا الدكتور مصطفى محمود بيقدم لنا برامج علمية وتعليمية والملايين كانوا بيقعدوا عشان يتفرجوا ويستفيدوا، وعمرنا ما قلنا كلمة اعلامي ولا محتوى اعلامي هابط، بل بالعكس احنا كلنا كنا بنقعد نتعلم ونستفيد من البرامج اللي كانت بتتعرض. كان في برنامج عالم البحار وبرامج جميلة جدا. عايزين نقول زي ما في يا جماعة برامج يعني هقول بتقدم الفنانين، احنا عايزين برامج للعلماء. احنا كمان محتاجين نشوف في الشهر الكريم رسالة اعلامية بتقدمونا فيها حد جميل نتعلم منه ناخده قدوة. لكن انا هستفيد ايه لما هتفرج على حسن شاكوش ولا حمو بيكا ولا سعد الصغير ضرب مراته ولا مراته ضربته؟ ايه اللي هستفيده يا جماعة؟ استاذة بسمة، حضرتك درست كويس المحتوى الاعلامي اللي بتقدميه؟ ما تردش، عرفك انت، ايش عرفك حضرتك؟ انا ممكن دلوقتي اطلع اقول مساء الخير يا جماعه، مثلا لعيب الكوره مش عارف مين حرامي، ايش عرفك؟ طيب ثانيه، لا ردي على ايش عرف حضرتك. طب ماشي انا مش عارفه، بس وضح لي. وضح لك حضرتك. طب بس هسالك سؤال الاول، اتفضلي حضرتك. كانت حامل ولا مش حامل؟ برضه ايش عرفك؟ طب ما انا بسالك، انا بسالك بس مين اتكلم؟ انا مش بدي معلومه. لا اصل قلت لي انا مخنوق منك، كنت سمعت انت حكمت عليا وانت اصلا ما تعرفيش، يعني ما سمعتنيش. طب ما انا بسالك. طب اسالني بقى حضرتك. انت ارجو ان اي اعلامي بيقدم محتوى اعلامي
يقصد بيه إفادة الشعوب، إفادة المجتمع، إنه يقدم حاجة تفيدنا، تجيب لنا شخصية نستفيد بيها. لكن إيه الهدف من إن حضرتك بتجيب لنا ضيوف؟ يعني إحنا مش عارفين حضرتك بيجيبيه من إيه؟ يعني أنا إيه وجه الإفادة لما أعرف إن هي كانت حامل ولا ما كانتش حامل؟ أنا هستفيد إيه أصلا؟ أرجوكي. هي قالت دلوقتي أنا رحت للدكتور وحطيت له إيه؟ الطبنجة في نافوخه. يا جماعة اللي سامعينها مشاهدين، فين الدكتور؟ فين الدكتور حضرتك؟ الدكتور لا يمكن يقول لأنه عمل جريمة. عمل إيه؟ لا يمكن يطلع يقول. برافو. فين مكان الدكتور؟ فين المكان العيادة؟ مفيش. في شارع أحمد عرابي. فين في أحمد عرابي؟ أنا في أحمد عرابي. إيه ده؟ ده كل ده تمثيل عشان 1.5 مليون بس. لا فيها بيت. يعني إيه 1.5 مليون؟ أعتقد كده الصورة وضحت جدا، كل ده تمثيل علشان خاطر 1.5 مليون.